Good morning. صباح الخير. صباح النور. Why too late? It's not late, sir. Why? 7. The juice is 7, sir. Hey. 7. 2 minutes I'm giving you the juice. يا ربي. It's okay. Too late. Too late. Not late, sir. يا ربي. أم الحناية. أم الحناية. يعني why too much late? No, too much late. Too much what? Late. No. والله. It's not late. You want to wake up early, sir. I wake up early? Yes. How do you know? Because it's early. You need to be in bed and then I give you juice. Huh? Okay. Only 1 minute. حنايا اليوم هي والبيعات تبوي غلب عليهن الرقاد وتأخرن غلب عليهن الرقاد وتأخرن حالهن حال غيرهم والضاريات أبوي من الفيرين الشن اليوم توهن أبوي مصبحات الحين الساعة 6:30 يدخلن ما أدري شو أخرهن اليوم يقول ما رقدن هاي وحدة منهن ترمس الفلبينية ترمس وهي راقدة تو الحين تخبرني أم الحنايا تقول ما خلتنا نرقد كل ما بغينا نرقد هازمة ترمس شو ييها هالنمون ما أدري قاعد تودوها المستشفي اللي ممكن يعرفين مستشفي حق هاللي يرمسونهم رقود ولا شيات يخبرنا عنه بنوديها ولا حد يقرأ عليها ما تعرف شيء بلاها المرات إن شاء الله إن الله يعافيها وإن شاء الله إن ما عليها باس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور. هذا صلاح أبويا يبتني هدية هو وصلنها هدية عبارة عن شو صلاح هذا؟ ها شو ياك؟ بهت انت ندري بصح من وين؟ انت ما يخصك هذا عنده ها؟ عنده شو؟ عنده ايفون يعرفني انا؟ اعطاك انت شو قال لك؟ انت شو قال لك هذا؟ خايبك ولا غيره؟ وانت اعطوكم ولا ما اعطوكم؟ انا انت اسد اعطوكم ولا لا؟ هو يعطي ما صلاح قول ودي خالد وعطى صلاح؟ اي هو وقف مع سيارة قول هذا سيارة اكيد مال صلاح ايه بس صلاح بيت بابا خلف انزين بعدين هو وقف قول اسد صلاح وين انا قول فوق وقول بليز انا اريد شوي سلم مع صلاح انزين بعدين صلاح ينزل طالع لي اه شو بلاك؟ صلاح ينزل البيت مال هو قريب بابا خلف ايه وبس صلاح شرب هناك قهوه وعطي هذا تمر وقول اعطي خالد خريطه واحده لو خريطتين؟ واحده واحد حقينا ايه وانت ما اعطوك؟ قول صلاح بياتي غدا هني شو يعني صلاح؟ صلاح عطاك ولا ما عطاك؟ لا لا هذا بس هذا بس خريطه حقينا واحده ايه. وانت ما اعطوك؟ ليش؟ شو قول سيسلم مع خالد؟ عارف زين شو قال لك شو قال لك؟ عارف قال لك سلم على خالد؟ ايه او شو اسمه صلاح؟ شو اسمه هو؟ ما عارف هذا مرزوق الفندي مزروعي زوي شو؟ الفندي المزروعي؟ ايه المزروعي اشوف اعطني مشكور مشكور يا هي والله اسمع هسه جايين ابوي من عند محمد الفندي غانم المزروعي مشكور مشكور يا ابو جاسم مشكور يا ولد الفندي اعطيه رقم واحد شيشي رقم واحد هذا وانتو ما اعطوكم صلاح؟ ما لا قولي انت بس انت بس حقي انا؟ ليش؟ وصلاح ما اعطوه؟ لا هذا هو اول صلاح امسيت هني بعد طمار بعد نسيت السح مالكم؟ ايوه سوح مكود الحمد لله دفع الله الشر والبلاء عنا وعنا شو بلاء؟ لا لا يخدي يوم بتي خدي ان شاء الله بنطلع شركه اسمها؟ على حضاره لا أم الحناية أم الحناية يدفوها على السيف كلها صبيان تير المياديف Thank you أم الحناية Thank you هذا أبوي عصير الرمان في كاسة شفاء قلبي من العلة وهذا أبوي يوم الاتمال تعال دواسة أم الحناية فتحي تشوف شو ريب اليوم بسرعة هذا الجيم أوكي لا شو فتحي هذا الجيمات اول زين سكري هذا وهذا لوبيا لوبيا هذا الجيمات يقير بطحين عيش حاف تبنته
ان شاء الله. منو هذا حينه؟ مشغول؟ لا لا زوج دقيقة ويكلهم ويكلهم سبع سوت لك البسكوت. شكرا يا غالي يا بوبي. شكرا. قول هاي يبوب على حق خالد ما بلحق حق صلاح. يبولي أنا يبو ما بلحق صلاح بسكوت يبولي. وين ان شاء الله حاضرين. زي هذا انا ناس حبيب ما يمتن ما حب يدري. يا سلام صلاح. صلاح ليش هالنمون انت غديت؟ غديت بخيل لو تشريب. تعالي تشب نتشب عن صلاح. وين 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 عقيته؟ خلاص وين؟ حلو لا منو يربح وراك الحين انت يوم تاكل؟ خلي ابو ممنوع يلا على هواك. هذا طالة عماركم راشد جالس يسنع ويرتب الطلبيات فواتيره والدنياه ويعدل ويرتب. وهذا منطقه من الشامطه. هذا حق الفلاح. ايوه. ها؟ اليوم بس ان شاء الله بوصل طلبيه من الفلاح والشامطه ان شاء الله. بس. ايوه ان شاء الله. زين بارك الله فيك. اليوم بس خصوصي الشامخه ولا شامخه والفلاح؟ اول نفرات قبل سوي طلب الفلاح. هي. مشكورين هذا نفرات بس اليوم ان شاء الله بيوصل. زين ترياك 7-5-6 يوم. زين شكرا شكرا. على على شامبي بلي قول يا رضى من الارض ابوي رضى على ما تشوفون. وهو ساير وهو ساير وهو ساير حتى الارض اللي مالها خان ولا مال مال مالنا شغله فيها ولا نبغي لها شيء ولا شياته. شامبي كلش نفرات زعلان يقول بيت الدياي اللي هناك بيت الفراري. انت واجد حصه واجد كشره بيت مال ما في زين. كلش نفرات يقول حرام بتلحق النار ما تسوي مكانها نظيف. ها صلاح مينون ومينون يلا حينه. شو بلاكم شو بلاكم شو بلاكم حينه. حبيبي بيحمل السمان بيصير ودي طلبيات بيصير ودي الفلاح بس سير خلاص سير. اعطاك شيء اليوم صلاح؟ لا 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 ما قال ها واحد شعر وقتي دي كورونا بقول ما يقول كورونا. من يا كورونا ما اعطيت بيزات؟ من يا كورونا ما اعطيت بيزات؟ كورونا فلوس وين يجي؟ ما يجيب يوم البيزات حق الشارجة. الشارجة ابوي ما يخرم فيها بيزات. كل إمارة تبغي تصرف في تخسر فيها إلا الشارجة. الشارجة ابوي كل شيء فيها كل شيء تحصلت كل شيء بلاش. مزهبين لك هوامير مزهبين لك نخي مزهبين لك منفوش مزهب ما بمخلين شيء ما عطوا. ها؟ أه؟ خلف بتغدى عند خلفه؟ إيه؟ في العافية حبيبي. شو شو بحل شو؟ ميم يوم. هي. يقول لك شو شو ممنوع؟ بيعطيك هو ما يعرف ما يبى من كحينه. هو يقول انا يعطي بس ما شو حبيبي؟ يبون دهنه؟ شاب رشيد زابو دهن حق ام مريم العيد. صلاح بيودي لهم هديه عقب ما تشتل كورونا. يوم بتوجف كورونا سر لهم. بعدين ودي هذا كبير كبير. لا حبيبي الحين بتشتل كورونا ما شيء باجي. شو بلاك يا حبيبي؟ شو بلاك حبيبي؟ شو؟ منو؟ انا غسيل سياره مال صلاح. زين الحين كذب كذب على الغسيل بالليل غسوله ما حد يتقص عليه. انت هذا ايه عنده دريب نروح يغسل سيارته بالليل. خلاص خلاص غاسليها في الليل. نحن تعرف انا بالليل غسلها. اشكر فنك يا صلاح تقص عليه انت. زين صلاح صلاح ما بالحين خلاف يوم تشتل كورونا. ما عليك من ان شاء الله حين حبيبي ان شاء الله. انت تعطي معاش؟ لا. شو عين؟ شيخ ليش فاتن على راشد انت؟ كذاب ليش ليش؟ 5 درهم وما يعطي 5 درهم. كيف؟ 5 درهم ما
ياتي بخمسين كلام ولا تقول لي ليش وقفت سيارة هنا؟ ليش هذا باركين ولا أنا خصوصي؟ هاي خذ هذا سيارة خصوصي. صلاح ليش حبيبي ما تعطيه؟ هاي خصوصي. هذا خصوصي ورشيد وعناية كلهم قوم كشرة ما يعرف انت بس خصوصي بعد هاي وين بسيرون الحين دو عمي خلاص انزي الله يحفظكم باي ها تعال شل السح صلاح شل السح حق بيتك نحن عندنا سح وايد حبيبي حق يا ريت بات خلي حق لي وحقك شكرا شكرا ثانك يو ابوي متعبل بحطول الليل سوينا لكم طبخه يسمونها سفه البرستيج سفه البرستيج وصورنا طريقتها والحين بنزل لكم مقطع منها كمنظر وترون تشوفون الباجي على الانستغرام وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك طبخه في منتهى الروعه طبخه متعبه مش شيء بسيط بالامكان تسوى على لحم بالامكان تسوى على سمان والاحسن على سمان وممكن تسوى على دياي صعبة شوية ومتعبة لكن جمالية منظرها وطعمها وريحتها وقيمتها الغذائية هذا تخلي الآدمي يصبر على اللي بيقدم له البيت فلذلك طبخة ممتازة وجميلة وفي متناول الجميع يعني غير مكلفة ومحتوياتها موجودة في كل بيت يعني ما تحتدوا تصيروا مطابق الأسواق والأسواق بخاخير اللهم لك الحمد مكنوزة من فضل الله سبحانه وتعالى وما حد عليه قاصر وبنحط لكم مقطع منها الحينة بس يوم زهبت واللي يبي يتابع يشوف مكوناتها وطريقتها وطريقة طبخها يدخل على اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام وبتلقطون شيء فنان بيوز لكم إن شاء الله حين طالت عماركم من البيوت العادية اللي في دولة الإمارات حالنا حال أي بيت كل بيت في عدة أدوار حد يعيب الطبخ نحن عني أنا وعن هالبيت يعيبه كل شيء ما شيء ما يوزلنا الطبخ التايلندي الفلبيني الأثيوبي الإيراني العربي المغربي السوري كل الأكلات اللي في الهندي كل شيء يوزلنا دام حلال ونظيف وخدمة بيت وهذا أكيد بيوز ليش لا يعني ليش الواحد يبالغ ويقول نحن والله ما ناكل هذا ولا نداني هذا ولا كذا كل كذا الناس تقرض حتى الحصى الحمد لله رب العالمين إلا عاد أحد منهم عاد مبزي عمر زيادة على اللزوم هذا كذوب عاد بنزلكم مقطع مته 10 ثواني فبتشوفون الطبخة وهي زاهبة معدلة ومزينة والاعتماد الكلي على الأكلها في الطعم وفي الحماس وفي تزيين الطبق مالهم في تزيين الطبق يوم بينحط بوقت الغراف وهذا يكون يمل وشكله جميل يعني المراد بنحط لكم الـ وين بتلقطون الطبخة بتصيرون بتطالعون للي يرغب واللي ما يرغب عليه رب حافظ نحن بعد بكرة بنسوي طبخة سورية واللي عقبه طبخة هندية وكل يوم شيء جديد كل شيء كل يوم شيء جديد ما في اتكال على شيء معين الناس أذواق وأرضاء الناس آية لا تدرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور اليوم شو جايبيكم النواتق وشو من العلوم عندنا اليوم كنز من كنوز الطبيعة الاسترالية ما بشي بسيط كنز لا يقدر بثمن كنز من كنوز الطبيعة الاسترالية استراليا طالت عماركم كثير منكم يعرف انها قارة القارة الاسترالية بشيء من مدينة لين مدينة ما يقارب 12 ساعة أو 8 ساعات في الطيارة ففيها العديد من المدن لكن موضوعنا اليوم عن مدينة بيرث عاصمة غرب استراليا وين يوجد فيها عسل الجارة ومستخرج عسل الجارة من وين مستخرج عسل الجارة في بلادنا طالت عماركم في دولة الإمارات في اهتمام وايد قوي من قبل الاتحاد بالنسبة لشير السمر والسدر فشيء ممنوع حتى حد يلمسه اللي هو السمر وتوجد قوانين صارمة للي بيقربه أو بيحطب أو بيقص أو بيخرب لدرجة أي مشروع في الإمارات قائم شارع لازم يلفون عن يمينه ولا يسار إذا فيه شيرة سدر أو شيرة قاف أو شيرة سمر وبالذات السمر إلها قدر وشان وقيمة
ما يعلمها إلا الله، فلذلك الحكومة أولت اهتمام كبير. فأستراليا طالت عماركم، عندهم شجرة يسمونها شجرة الجارة، ما توجد إلا في بيت. الشجرة هذه طالت عماركم ما تزهر إلا من عقب ما يكمل عمرها 100 سنة، من عقب ما يكمل، وسنة تزهر وسنتين ما تزهر، سنة تزهر وسنتين ما تزهر. فلذلك العسل مالها ضئيل، مش كميات كبيرة، ويوجد حول موجود عندهم وحولين ما شيء موجود. ريال عندنا من دولة الإمارات يسأل، ما بخبركم اسمه، لكن هو من بني شعب، من بني شعب، مثل ما تعرفون بني شعب ما شاء الله عليهم، ما أقول عنهم شيء، حيينا فده، سار أبوي لين هناك وسوى أبوي اتفاق وياهم، وخذ نوع معين، خذ جميع الأنواع اللي عندهم القوة، لكن نوع واحد منهم بس عندهم هم، هاي بني شعب شفتهم، يقولك الباهس هاي لهم، تنبلين هناك وخذ ويلس عندهم 2-3 أسابيع وخذ اللي يباه، وحين مش موجود إلا عندهم هم. وكل هالمنتجات اللي تشوفونها كلها هذه بوياي بطيائر مبردة لينك أنت يا دولة الإمارات، مبردة. وحتى تغليف هذا تشوفونه كل تغليف المصنع روحه من استراليا، ميوب من هاي الدار لين هالدار. توجد عدة أحجار بنص كيلو وبربع كيلو، وكلهم طالت عماركم في عبوات جميلة شيك كلاس راقية بشهادات معتمدة من داخل الدولة وخارجها. هذا بربع كيلو، تفضل عليكم، شوفوا ترتيبه كيف، شوفوا هذا بربع كيلو وهذا بنص كيلو. قوة المضاد T35، قوة المضاد الكلي T35. كل عسل ترى في الدنيا العودة في مضاد، في أدنى مستوى وأعلى مستوى. هذا بو T35 يوجد من الحجمين، هذا هاي زين. شو اللي يفرق بين هذا وهذا؟ هذا اللي هو T55 نص كيلو، وهذا T55 ربع كيلو. هذه قوة المضاد الكلي فيها، في العسل ترى كله واحد، نوع واحد يا غير. هذا قوة المضاد الكلي 35 وهذا 55. هذا اللي جايبين بني شعب عندهم موجود كله، لكن بني شعب يوم اقول لكم حيين فده جايبين هذا ابو T55، هذا اقوى بالنسبة للعسل، اقوى مضاد كلي هو لقوته T55. فهذا الفرق بين هذا وهذا. شو بارك الله فيكم، ان هذا يحصل مرة ولا مرتين في 5-6 سنين يحصلون الجودة هذه. متى تحصل عندهم الجودة هذه؟ يوم يجيهم الطمي وتير الوديان وتيهم الأمطار والتيود تغلي تربتهم خصبة، زادت قوة العسل هذا، زادت. فحين بني شعب شو سووا؟ يوم أقولهم حين فده ساروا لين هناك وخذوا بو 55 هذا كل اللي موجود عندهم، ما خلوا الحد شيء. فآزم حين حاليا حصري فقط عند شركة جارة اللي خبرناكم عنها، بنحط لكم عنوانها عن شوي. بأن الـ 55 قوة TA الـ 55 هذا فقط موجودة على النوع هذا من العسل، يعني الأقوى عالميا ما شيء أقوى عن 55. وتوجد في عبوة ثنتين، العبوة بو نص كيلو وعبوة بو ربع كيلو، هذا اللي فيه 55 وقلنا لكم مش موجود إلا حصري وعندهم هم، الأقوى عالميا. نسبة طالة عماركم الجليكوز تكاد تكون معدومة في الـ 55، تكاد تكون نسبة الجليكوز معدومة، ويرفع للمناعة، رافع للمناعة بقوة. وحين في هالموسم في هالوقت ضروري الإنسان يحافظ على رفع مناعته، ولازم أنك أنت تغدي بخير وسهالة يا الإنسان. ناهيك الحين عن باقي هالمستحضرات كلهن بنخبركم عنها، اللي هي منتجات العسل. طالة عماركم معروف عند العرب كلها من سنين موجود، اللي هو غذاء الملكة، اللي هو هذا رويال جل. هذا حتى حبوبه، حتى الحبوب مغلفات تغليف الرويال جل، هذا مخصوص بس للملكات اللي في الخليج. الرويال جل هذا مغلف بشم العسل، مش مغلف بأي مادة ثانية تتحلل في المعدة، تغليفه روحه من بلادهم، هذا كله ترى ميوب من بلادهم على سمت
على بطن مظهره بياي على سكه ربي يسمونه، يعني من المصنع مرقوم ومختوم ومعدل ومعبى مخصوص للشركه. هذا ترى مثل ما قلنا لكم غذاء الريال جل مغلف بشمع الاسد، فوجوده في كل بيت وعندهم عيال كبار ولا صغار ولا يبول تقوية في بدني وفاتح للشهية ورافع للمناعة، رافع للمناعة. العكبر، العكبر نفس الشيء من المضادات الحيوية ورافع المناعة، وبعد مغلف بشمع العسل. هذا تشوفون حبوب اللقاح من نفس المكان ونفس المدينة ونفس الجودة، إذا مش أحسن ولا نفس المستوى. هذه طريقة استعمالها كل منكم يعرف له، تدخلون في جوجل في أي مكان تدخلون تسألون عن جارة وعلم جارة بحطون موقع وهل بالبزنس روحه، بتقدرون تعرفون منهم عن البنت وبنت البنت طريقة استعماله جيدة من أروع ما يكون. أما عن هذا، هذا طالة عماركم مثل ما تشوفونها كريطيسات أهل كبيره، واحد بيسار دوامه بيسرح ولا متأخر ولا سار النادي ولا يبقى يعطي طاقة للتمرين، هذا أبدًا ينحط في الشنطة، ينحط في الهند باج، ينحط في المخبر، سلس وفنان أبدًا. ها ضره وخذ لك أبوي، هذا عبارة عن خاشوقة وحدة اللي هو هذا قوة تي اي 35، مش هذا، لا هذا قوة المضاد ماله شوية أقل عن هذا. هذا مثل ما تحيدونه TA55، هذا تحيدون، لكن هذا 35، هذا أقل قوة من هذا، لكن هذا استعمال اليومي، بتحطه في مخباها ولا بتحطه في مخباك، بتسير الجيم قبل التمرين، بتاخذ، ترى هذا إلا خاشوقة وحدة، خاشوقة وحدة. هذا أولاً. ثانياً، المدينة اللي يوجد فيها شجرة الجارة هذه، المدينة ممنوع لا كربون لا سيايير تمشي بين الغابات، محافظ عليها بطريقة خطر عليها، مقدسون النوع من الأشجار هذه. شو السبب؟ من كثر ما استراليا تحافظ على البيئة ومانعة أي مغثة تغث هالنوع من الأشجار. أولاً إنتاجه وايد ضئيل يستوي، وما يبون يدخلون على المنتج أي انبعاثات كربونية، لذلك سعره مش رخيص والجودة عالية والكمية ضئيلة بسيطة، وسنة شيء وسنتين ما شيء، ولا تقولون ما حد ذلك. هذا طالة عماركم اللي أنا يومياً إن شاء الله بستعمله قبل ما أصلي الفجر، اللي هو TA55. بيهون علي خلي بيهون القطرة، ريحته تضرب في خمرة الرأس، توصيلهم ترى جميع أنحاء العالم. يعني أبوكم ما يسمي خاشوقة، عندهم أبو سيايرهم توصل جميع أنحاء المنطقة، وعندهم أبو طلب للي خارج الدولة، حتى يودون الهند والسن يودون سويسرا فرنسا لندن أوروبا جميع دول العالم، لأنه مش موجود إلا عندهم. الوكيل الحصري مال 55 فقط عند بني شعب، هاي الشركة اللي خبرتكم إياها اللي هم وكلاء جارة، جودة وبسرعة في التوصيل. ابو محمد وينك؟ وحشنا، وحشتنا ريحتك الخنينه. يلا زور البحرين، حلولك تبطلت. اقولكم صرت ابوي الحلاق، يوم صرت ولن ابويا ما يازلي الورق، لان ابوي مردفيس عنده، نشيت ورديت على بتلاثرين وحين رد البيت لا تحلقت ولا شيات، صاير ابوني باخذ لحيتي وما ربت. المراد طالت عماركم، اوصل بيت بقيل بعين الله خير، والبرنامج تحيدونه، والحين وصلت شارع الشاطئ، الشارع المميز، احد شوارعك انت يا عاصمه الرخاء والطيب والكرم وربي مليح، دار لياوي دار الفلاحي. قالها شويه تعب شويه تركيز في الشغل من اروع ما يكون تكون. شكرا هدى. سيري توني داخل البيت الحين، وعلى ما تشوفون تبارك الرحمن
هاي السحوح كلها ابوي جايت من حينه. هذا ابوي خلاص من ليوة، وهذا خلاص من ليوة، وهذا خلاص ليوة، وهذا برح العين، هذا طالت عماركم شيشي من عندكم محمد الفندي قانم عطيش المزروعي، هذا كله جاي من عندهم، شيء خلاص وشيء خنيز وشيء برح وشيء يعرف وشيء ما يعرف. اللي جاء الصبح، اللي جاء الصبح صلاح يا ابن، هذا طالت عماركم دريوليتهم، دريوليت قوم محمد الفندي غانم عطيش المزروعي. واقفين ابوي في الباهي في الفلاح ويجسمون السياره، اللي كل ما خطفت سياره اعطوه 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 قرطاس، كل ما خطفت سياره اعطوه قرطاس. ومن ضمن السيائير سياره قوم صلاح اعطوه قوم اسد، وبس وبس يا ابوه لي. وانا اتحرى اتحريت مندوب اللي انا اروح، قالوا لا هذا هرب ابوي يطرشونه صدق يصدق ابوه ولا انا اللي جايني، هذا ابوي جاي من عندهم، هذا كله جاي من عندهم. فالله الشر والبلاء يعل ابوي عماركم الطعامه وقعامه، ويحافظ لكم ذريتكم وذريه ذريتكم. شكرا جزيلا، بينفعنا وبينفع الناس والصاحب والصديق، وبيصير ابوي للمستحقين. شكرا جزيلا، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شفت يوم اقول لكم يوم تقصون القمه هذه، شوف ما شاء الله شيء غادي، ماشي اشارات يوم تعبر روحك، ماشي اشارات يوم تخف الماء. شوف نحن حين كل 10 ايام ودي حين نسقي، كل 8 ايام 10 ايام نسقي ودي وحده، خلاص وقفت اللعبه عن المياه، لان حين الشيره ما تروم تشرب الملين تتعطيها اياه. كل من حطيت لها ماء كل من استوى التعفن تحت وخاص العرج وخاصة الدنيا كلها. سلام عليك، سلام عليك. حليلهن حليلهن انسيات شريته ولا يتروعن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقولكم ما حد يسري هنا قربه، ما حد يسري المكان هذا أبدا، هذا مكان تحس أنه يعينك يعني كأنك جاي تقول لا إله إلا الله. سر كرهت الله يكرهك الكل. واحد شر هاي ها هاي يوم يقولوا لك الأول تحمل بيسوون عليك خنشية، خنشية يعني سر هاي يقول لك خنشية، هاي الخنشية يوم يتفقون عليك أكثر من شخص يعني عصابة، هاي هي العصابة. ما تصير شرق ولا غرب الا بيسوي عليك خنشيه. الاول لما هاتي حذرين العيال تحمل السير بقى على الفلانيه روحك، لا يسوون عليك خنشيه يضربونك ولا يفلعونك ولا يطرون لك راسك. هاي هي الخنشيه، يوم يسوي اتفاق اكثر من شخص على شخص واحد بالضرب او بالاعتداء بالمعاير، يضربون بحصاه ولا يطرون له راسه ولا يفلعونه ولا شياته. هذا الحين انا في خاطري اسير عند هاي لك، ما برايم اسير في خاطري اسير عند الشيء اللي هناك، ولا برايم اسير من هاي 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 بهن هاي بس روحن هالنمونه، ولا الباجيات كلهم مسالمات وزق نبوت نبر. الله اكبر عليك. هب 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 اخذوا شياره جازت لكم، لا يغرك لوميها ودنياها. ها هاي العويل يوم تشوفها، ها شوف كم طولها، هي تعالي وقف جنبي، شوف واحد عدى البنادم كم طولها، خلوها كل هي ولي هالعويدات اللي من تحت ها كلهن يقطعونهن. ها كل يتقطع عنها زين، كل يتقطع زين، تصير لين فوق. ها الحين هني ها هاي يسموه التقليم الجائر، بس الحين انت كل هذا يتلقط ينشل عنها مره يتحسحس ما يتم عليها ولا شيء. ها بتهزم هالنمونه بتصير في قو، بتصير تغلي نشيط. ها ايوه تهزم هالنمونه. الحين هذا ينحط الدواء المبيد الفطري النحاسي، مبيد فطري نحاسي هذا اللي ينحط عليه، هذا ضروري ينحط لاجل الماتية الفطريات ولا شيات شرات الايدين. المبيد الفطري النحاسي وايدين يقولون لي ابو محمد صوره، نحن ما بقضيه ما بنصوره بنصوره، لكن
نحن ما فينا يقولون عنا شجعتوا شركة دون عن الشركة الثانية، هو كله خير وبركة. المبيد الفطري النحاسي، جميع الشركات الزراعية عندها مبيد فطري نحاسي، حتى حد وين قصينا زين، كل الشركات الزراعية عندها، أي شركة عندها، لكن تطالع الزين منهن وتلقى اللي تباه. العرب الحين اللي زرعت الأشجار المطعمة اللي هي هاي هاي كلها نحطولها على متر متر ونص متر متر ونص، هاي اللي هنا بيات الحين كلهم بيثمرن الحين وقت الموسم كله بيثمر. اللي بيطلع هذا من تطلع الوردة، من تطلع الوردة خلوها السنبلة هذه كلها يا غير، سحتوه سحات وخلوها كامل، لا تخلون ولا زهرة فيها. شو السبب؟ القو اللي الله بيعطيه للشجرة حينه حق تتقوى تظهر عنصر ورقي وتظهر قوة ساق وقوة أوراق وتغذي الشجرة، تضرب بعرج بتصير كلها في وين؟ في الثمرة، في الهمبا ولا همباتين الله مغرنكم عنهن، السنو والحول والحايلة ما تبون لين تغدي الهمبا حرمة، قدت بنت 4 سنين 5 سنين هاي الساعة خذ منها الحين وهي بكر صغيرة، لا تخليها بثمرتها أبدا، قطعوا لين هذا منه وفكوا عماركم الصدع والديانة. خاطرك ان هاي الشيره اول مره تثمر بشوف ثمرها تعدله ولا ما هي لزين ولا شيء، حرام ابدا لا تخليه، ان خليته تضعف الشيره وتازم متقرقمه مثلها مثل ليش الحين من بعد التطور والعلم والدراسه ودراسه الجينات وما يعني منعوا الزواج في السن المبكر؟ ليش؟ لان البنت من تتزوج في سن مبكر وايد صغيرة، يعني الأول يجوزونهم بنات 10 سنين و12 سنة و13 سنة في الوقت اللي خطف، هذا السن يخلي البنية تيها الأمراض والأعواق وتيها وما تغدي قوية تحمل وتربي هي بنت 10 سنين و13 و15 سنة، فلذاك تتقرقم وتغدي أبدا. شفتوا الفافت شرات الفافت غدي ما تصير لا في طول ولا في صح ولا في كبر، والسب الشو الحمال والربا كذلك الأشجار نخليه تمرت عليها وهي صغيرة هالنمونة. التركيب والتطعيم هذا شيء جديد تو مستوي من كذا سنة، فلذلك تازم للشيء. شو هاللي هاك اللي أمس قطعناهن؟ شو ما شاء الله تو طلعت نتوال هذا حين يقوى الساس مالها عدج يدعها الهمبة يتقوى، لو ساكة فوق هناك ساكة وغادي تحراها مال أريل مال اتصالات على الفاضي. كل شيارة صغيرونه تثمر، والسب شو التطعيم والتركيب، فلذلك ثمرتها تتعبها، تازم صغيره من دعله ما تصير فوق عقب. الحين مفروض كل شوفوا ها شو ما شاء الله كل غل ورق جديد، هذا حين هو الموسم، موسم التسميد والعناية بالزراعة وموسم التركيز في العناية، مش إلا عناية، لأن بيك وقت الحر والصيف خلاص عقب العناية والتسميد هالوقت، هذا وقت العناية والتسميد. ياكم الله خلاه الزراعة، استغفر الله العظيم، واللي بيد اللي ما يبي اللي بيشوف يطالع اليوتيوب والإنستغرام اللي قبل العام وعام الأول ولا قبله يوميا ولا 1000 حلقة 2000 حلقة كلها موجودات على اليوتيوب في قناتي، دخلوا شوفوا بالله شو كان البيت غبة ظلمة، لكن سبحان الله جت الطهبات والهويات وكسرت الدنيا كلها، لكن الحمد لله آدمي ما ياخذ إلا نصيبه، الحمد لله على كل حال. ما قلت لكم هذا كله حين بعد شهر بيظهر زهر، شوف كم ارتفاعه متر متر ونص كله بيزهر، أي مكان يزهر لا تقصونه بمقص، قصيته بمقص بيظهر ثاني، لكن سحلوه سحال الورد عنه سحال، شرات ما تخرط الخلال هنمون خرطة يبالي بس إلا خراط، الأمور طيبة. كرهت من كوكب الإمارات إلى كوكب اليابان، منتج ياباني عمره أكثر عن 45 سنة يوصل إلى جميع دول العالم. المنتج الياباني هذا الله يحفظكم حب نرويكم إياه، هذا حاليا يقال عنه من الأساس اسمه كيك الطيبين، كيك الطيبين منتجات الطيبين، هذا الشيبس صنع في اليابان، نوع من أنواع الشيبس بنكهات طبيعية ما في أي شيء من الزيوت مهدرجة والأشياء هذه، كل هالأشياء حين لبنرويكم إياها صبروا علي شوية. الشيبس
والسناكات هاللي تشوفونها كلها بنكهات طبيعية. وهاللي تشوفونه هذا البفك الأولي. هذا البفك الأولي شيء بطعم الجبن وشيء بطعم طالت عماركم البهارات. البهارات أو الأعشاب السبايسي وشيء بدون سبايسي وشيء بنكهات طبيعية. والبسكوت أشكال وأنواع وأشكال وأنواع ورناك. كل ما تشتهي النفس أبوي موجود عندهم. النوع هذا من البساكيت كلكم تعرفون اللي لحقوا له على زمن الطيبين، ها كل هالاشياء البساكيت اليابانيه وكلها ما فيها اي شيء اضافات حافظه او ما حافظه ولا شيء، كل هالاشياء زينه صحيه تصلح حق الكبار وحق الصغار، كذا نوع وكذا شكل وبارخص الاثمان، وموجود بعد في وين؟ في القريه العالميه، كذا نوع كذا نوع شيء منهم. الكتكات والبسكوت كتكات ثلاث اربع نموات وكله حلال، وعندهم تصريح هم المستورد الوحيد في دولة الامارات هالجماعة، وعندهم ابوي فاتحين كشك في شنتية القرية العالمية، لا تقولوا ما قلنا لكم، منتج زين وفنان، وهذا كل حد ترى يعرفه، كل حد يعرفه. لا تقولوا ما قلنا لكم، فنان نمونتج شيء مثل ما قلت لك، الجبنه اللي فيها خالي من الدهون وما في اشياء اضافات يعني اللي هي ضاره للجسم، فلذلك هم اصلا اليابانيين ما يسوون الا الشيء الزين، والجماعه هاي الحيين الفده اللي قلنا لكم عنهم اللي من هالمقيوين هم اللي مسوين هالبزنس، وفوق ذلك مسوين الزراعه هاي بعد هم ماخذين مكالبته من اليابان، مطرشين لهم اليابان بيوت محميه يزرعون الخضره مالتهم، شرات الويد والبقر والبقدونس والكزبره كم مال ياباني، شوف ما زينها هاي عاد اشياء اشكال وانواع، تطلبون اللي تبونه ويجيكم لين مكانكم. هذا الكرتون هذا كامل كل شيء فيه من كل نمونه، نبي يعطي حد ولا شيات ولا بيفرح ياهل ولا عندهم طلوع ولا اختان ولا عيد ميلاد يجسموا على الفروخ، كل كرتون في كذا نوع وفنان حق عطية ولا شيات يروحوا بالعرب، هب يوكم بتخلونهم ظاهرين بلي شيء. المنتج هذا او ماي بو هذا المنتج من زمان موجود لكن توقف لانه ما تموا يوردونه او ما له وكيل، حاليا هاي الجماعه خذوا وكالته وطعمه فوق، انتم يربوا وما يازلكم انا اعطيكم بيزه من عين اليمن قبل يسر، والله يا ابوكم يا اللي فنانها طعم الجبن اللي فيه لهنوخه لذيذ فوق عن اللذيذ. الله العظيم يوم ساعة هب ساعة بس البارح في الليل ما اخذت يمي على الاناناس، هذا اللي وجف الاناناس هذا حين نص حبة كانها نص حبة الاناناس ولا ربعها حسب شي غادي غليط، ها هب شرات اللي يحطونها مع اللي يزار لا يشرخون بمشراخة زين غادي هنمون غليط، ها شفت المحلبية شرات المحلبية غادي شرات المحلبية بسم الله عليك الرحمن الرحيم يزيغ المصري. السلام عليكم، زيك يا عسل، كل سنه ما شاء الله تبارك الرحمن. هالطلبيات اللي اليوم الصبح سارن ابوي حق الباهيه والثانيه هاي نسيت اسمها، هذا كله حق وين الحين؟
حق جميع دولة الإمارات. زين زين بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا باش مهندس. ناس تصيح تقول أبوي وايد تتأخرون في الطلبات، ليش؟ ليش السبب؟ ليش؟ المخزون هي كان أبوي الستوك مخلص، كان ماشي عندنا دهنة، وحين أبوي متزرنا أبوي خلص من بريد الثاني وحي الثالث وحين الرابع أبوي على الضوء. الحين بنرويكم إياه، ما شاء الله الطلب ماشي والخيرات الله وايدة وكله من فضل الله سبحانه وتعالى. ضروري ما تأخرون على العرب. بكرة إن شاء الله كله بيستنى. شكرا يا باشا. فيش عندنا طلبات متأخرة خالص لحد يا رك الله. يا رك الله. فلذلك دوم أقولكم سامحونا، يوم يستوي ضغط ما نروم، يعني ل- 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 هذا إنتاج منزلي، هذا مش إنتاج مصنع ولا شركة ولا شيء. هذا لا شيء مال بيت مال البيوت. أبوي ما نروم نحن أكثر عن شيء، وهذا الحين جدرنا نرويكم إياها على الضوء. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الحين على الضوء. شو ايش قايل لونه هذا؟ لان الحين في نسبه رطوبه بند هاي النفاخه. الله يخرب العدو، لان الحين في نسبه رطوبه. شوف ايش قايل لونه، يرد الى البيج ما باصفر. الحين من يصير تتبخر عن الرطوبه، من تصير تتبخر عن الرطوبه اللي فيه يتم عقب بيور صافي، زبد صافي، دهن صافي. نحط عاد خلاف عليها الدويات، من تذهب حطينا الدويات عليها. الحين هذا المريال رقم كم؟ هذا رقم نمبر كم؟ الحين هذا المريال رقم 4 تبارك الرحمن. لين الحين ما نروم نستلم طلبات، ليش؟ لان تليفون الطلبات الاوردرات فل لين عينه، ما ادري اكثر عن 300 اوردر 500 اوردر شيء. فما نروم نحط الحين الرقم، نتريى بس يخف الضغط اللي علينا وفالكم طيب للي يبون بزرات واللي يبون الدهنات. شكرا يا حفيظ. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اليوم بشيركم الجيم، ما في زود زحمة، ما في زود زحمة اليوم الحمد لله. الجيم زود زحمة ما شيء فيه، ما شاء الله لهالكبت تبارك الله. خدنهم كد طعف زندب الله عليكم. هب 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 هب. السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بالخير يا ابو محمد، انت وربعك متابعينك. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو محمد، حنت لكم لندن. الله يرضى عنا هلوبة وهلولا يا رب، وترد الحياة ويرد العرب بروحه وبيه ان شاء الله، وفي خير وفي توفيق. ابو محمد شوارع لندن حنت حنت تبى ابو محمد هني. يا الله يا ابو محمد يومتي يا رب اش لندن كلها. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو محمد. كوتون كاندي يا ابو محمد. كوتون كاندي يا ابو محمد. كوتون كاندي يا ابو محمد. حد يرومي بيت الحين من الجيم؟ انا ابوي ترى ساير مخر اليوم، ساير مخر وياي لا اشفع ولا انفع من التعب. ابوي على ما تشوفون البيت ها تحرق، عاطي لي مدخن يعتور. هاي مدخن عاد خاص مال البان يعتور، تحرى خيمه زار ابدا، التحرى ماد ماد ماد. وشو مع الالوان يا سلام يا سلام، ماده زار اليوم اوف اوف ما ميت. هو واسكندر وكلهم بيبيون الامراض. هذا محاطين عن الدباب وعن البعوض وعن اللدغ، والله زين الحركه يعني. فاقول لكم يوم بتازم هاي في زيارتي وبنعد عليك بخروفه من خراريف الغاويات ان شاء الله. جعيدة بيت ولا سفر بنقالة، جعيدة بيت ولا سفر بنقالة، هذه هي اسم خروفتنا اليوم. قصة لها عبار فنانة وماشي شراتها. دهنة وزاهب حين خلاص، عاد حين يسكرون عنها ويخلون أبوي شوية الاقطام لايمة ليه تصير وتبرد، وينفخن عليها الكنديشنات لين بالباكر يغطونها زين ما زين. ويوم بعدي بكرة عقب المغرب بيبتدون عاد يصبون في الغراش، لأن الشتاء وتبرد بسرعة. لو قيض ثلث يومين لين تبرد الدهنة ونصب على شيء في غراش كالعادة تعرفون ما يبقى الكلام. شكرا يا حفيظ. Thank you. Thank you. اليوم عشاي طارت عماركم أسكلب أسكلب
وربيان شويون اتنغر شويون اربع حبات زين بنرمي تقدر يسوي هذا هريس قربلات بقليب اول هذا اولا وثانيا طالت اعماركم بكره بنسوي شوي بكره بنسوي شوي ذبيحه بيونا خطار من الشارجه بنسوي تويست غيروني وبنصور لكم طريقته بنصور لكم طريقه الشوي شيء للشوي عده طرق وعده خلطات بكره بنرويكم خلطه من الخلطات المميزه اللي يوم بتشوي في البيت سابع يار يروح ريحه الشوي الحين حد من البيوت لو بيسوون اللي بيسوون ما يروح طباخهم الحين مثلا جدرنا هذا اللي تشوفونه من عند الباب تروح ريحه الذواب مسير يومين شكرا يا حفيظ شيخ الروفه اليوم هذه بخدمه هريس الحين هاي خدمه هريس هذا الاسكلب وهذا الوبيان تشل وطله تشلوير الحين يحمس شوي ونت بصل بقعد عليه الكريبتا ولا وشو بعد كريبتا ان وكريليز هذا اللي عقى عليه ترى ثوم عقى عليه ثوم هذا تشوفونه هذا الكبود هالكذا هذا كله ثوم ريج هذا ناري بعد من غير الحين عاد يعقون هذا عليه يحطون المليحة شويون ساحر أقولكم ساحر إيه كل خدمة عرفتها ريحة ماي لازم ينحط شوي ريحة ماي ريحة قطرة أيوة يا سلام ملح شويون فلفل أسود حط أبوي الربيان عليه الحين أبوي تخود أسكلب عليه كل هذا كله مشواي شوي يعني شويون الزيت زيتون هذا عليه غدي فنان هذا لا يباله خبز وعشياته بالشوخة يمكن خلوني الضوء قاصر عاد الحين بعد شوي بسيط. Thank you. طالت عماركم عشاي. هذا الربيان وهذا الاسكالوب. الاسكالوب عادي جن أنا أعشق الاسكالوب. ترى أدنات الدون يفتتها. ترى طعم القبقوب من المحيطات يبونه وأحسن نوع ينباع في سبلس. ولذيذ غاوي ضاوي للريج. إي والله. فوق عن الزيت. ترف ولذيذ هذا اسكالب طعمه زين الاسكالب والقبقوب والربيان والنغر ما يقهر ضوء ان شاء الوقت زياده وابطا عقه كشره مره ما يعقه للدبش حطه في جدر الفخاره لازم شويون الضوء تلحقه ان حطيت عليه ضوء وايده قد اشارات البلاستيك شوف الحين حتى دقيقتين ما اخذ لذيذ في منتهى الروعه شلون لاي درجه لذيذ اللي زايد اللي عاطين الطعم ان الزين اللي هو الكوكونات والكاري ليبس هذا الكريبته ها اسمها في راسي كاري ليبس هي اوليف اويل هي مر كاري ليبس هي كم بولو اوليف اويل اونين غارليك كاري ليبس تشوب and black pepper just salt to taste one more bolo olive oil garlic and onion chop and curry leaves chop black pepper salt to taste that's it comes thank you Haris welcome. Thank you you happy here I'm happy very happy mom. You like me yes sir هذا الله يسلمكم في الوقت اللي خطف واحد من التيار الاولي ترى التيار الأولي ما شيء الأول ما شيء مليونير اللي عنده بيزات ما يسمونه مليونير ولا ملياردير يقولون أبوي هذا من التيار الملككين شو الملكك
الملكك يعني اللي عنده لك 100,000، هذا ما فوقه فوق. الحين اللي عقب الملكك ابوي ريال مليونير، عقب الملياردير، عقب المليار تريليونير وما ادري شو ظهر، الحين ملك 600 شغله، ولا الاول اللي عنده 100,000 ما يتحاكى. هذه السالفه طالت عماركم مستوي في دلمة. مثل ما تعرفون دلمة الاول هي العاصمه، ما ابوظبي العاصمه، لا السنه الاوليه دلمة هي عاصمه الخير وعاصمه. شفتوا دبي ايش قال التجاره فيها؟ الاول بالنسبه ليزر ابوظبي دلمة هي اللي فيها المينا وفيها الفرضة وفيها الطواويش وفيها الغاصة وفيها الفرجان وفيها العرب كلها، وهي المصدر الرئيسي لجلب اللي يتجمعون الطواويش ويأخذون القماش ويتاجروا وبيون التجار من أفريقيا ومن زنجبار ويديون الهند ويصلون لين آخر الدنيا. ويعني فدلمة طالت عماركم هي المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ في هذاك الوقت قبل الاتحاد، يعني بعشرات السنين يعني. وهذا يعني شيء مترخ وموجود في وين الوثائق والأشياء، ويوجد فيها مر الطواويش أكثر عن 25-30 طواش، وفيها المخازن وفيها المتاحف وفيها البيوت وفيها الدهاريز وفيها العرب اللي فيها خير من كل طائفة. انزيد هذا رجال اسمه خميس بن خرف طالت عماركم احد الطواويش وراعي خير وعلم وخبر ومحامل وابوام وراعي علم وراعي راعي كرم وراعي خير وراعي مذهب ومعنى واصول. ماخذ حرمه طالت عماركم تو ماخذنها عده كمل اسبوع من قوب بن ياعد اسمها عوشة. عوشة طالت عماركم هاي حرمة فنانة ستير دومها هيداها من تصبح لين تمسي تتعدل للريل. الأول سلك الحريم اللي ماخذات النواخذ واللي عندهن خير وهذا ما يشتغلن، يا سات اللي يشتغل اللي يشتغل اللي من غير هاللي يشتغلن، وهي لا تيلس أبويا متربعة تيلس متربعة وغير هاللي خدم من الميات ومن اللي عندها يعني يشتغلون. خدم وحشم وعلم وخبر، ترى حرمة النوخذ العود حرمة الطواش. انزين فشو بقولكم، قزرت وقت وياه وكل ما يجيها الريل عوشه دليه السج صار عنها اليوم رد بالباكر، لانها عوشه انت بتعدلين هي، وكل ما صار ورد اليوم وباشر على هالمنوال، وهي كل ما قالها عوشة عدلي يلسج نشت عقت المرية الأولية لبست مرية ثانية لبست الحقب وحطت شيلة النغدة ولا شيلة وسمة ولا شيلة تور ولا اللي هو لبست الحقب وتعدلت وزينت وخلفت يلستة ما يازل هالريد. ها يا بالباشر عوشة عدلي يلسج اليوم الأولي والثاني والشهر الأولي والثاني، وكل ما يشوفها على كل طالع شمس يقول هي عوشة عدلي يلسج. وحتى وهي يعني حين ما كملت سنتين ثلاث وما الله رزقهم عيال، مشت أبويها خبرت واحد من الحريم عدالي يسمونها خاطرة. خاطرة يارتم بينها وبينهم ثلاث بيوت، خاطرة حرمة نعودة. قالت يا خاطرة بتخبرت رايلي هنمونه يقول كل من يعني قال يا عوش عدلي يلسج، وكل يوم انا اتعدل وزني وعق مري والبس مري والبس حق ابو عق السيتمي والبس المرتعش واحط له شناف واحط البس البرقع الا قرضة دوار زعبيل الا لفة زعبيل الا درب الشيخ مليون قرضة وقرضة وما يوزن، وكل ما يشوفني يا خاطر قال لي يا عوش عدلي يلسج. قالت لها كنتي حينه ما فطنتي بيلسة برمسة شيخ الطواويش، شيخ الطواويش يقول عدلي يلسج ما يطري الا كنتي كل يوم اعتدلي طيحي علي ولا تسلقي ولا طيحي بيلسي على قرافيص ريولك ولا لا عدلي يلسج
تشوفي لك مهره هبل متعدله ومتزبره ومتسمت متفيزه صبح ومساء. لا لازم عدلي يلسج يعني لازم تقبضي لك مهره. قالت شو ما المهره اسوي؟ يعني قبضي لك شغله هبل ياسم متعدله ومتفيزر الترينه تصبرين متى يهبط ومتى يظهر ومتى يدخل لازم تطالعين لك شغله. قالت انا ما اعرف اسوي شيء انا بزيه من استويت. لا شو اللي اسوي؟ قالت علمي تعلمي تغزلي. قالت انا ما اعرف اغزل. قال يجيب انا بجيب اعلمك قاعد تغزلي. جابت لها مغزل وجابت لها الصوف والعلم والخبر وعلمتش قايل تغزل. نشي عوش وقبضي المهره وتمت ابوي كل يوم يدخل عليها ابوي خميس بن خلف ولنها ابو ياسه قابضه المغزل وتغزل. وكل من خلصت من دريه من هذا الغزل فرت الدريه في الحوي حوي عود عدالها. ها وكل من قبل خلصت دريه سوت الدريه لعقبها. كل من خلصت الدريه سوت الدريه لعقبها. وهو يصير ويجي ويرحب بعوشه ويحلف براسه ويتفنيل وياها ويتفاول ومبسوط رقم واحد راعي خير وعلم وخبر. وصار الزمان ويوم يدق يوم ويوم يدق يوم ويوم يدق يوم. انكسر بمخذ خميس بن خلف. ها راح ابوي ما وراه دونه تم الحميد المجيد. وانفت ابوي خميس بن خلف فتن وحده لا تجاره لا خير لا عندك لا اليك ولا عند ادنات الدون. غداكم حنتير عبد احمد غدا مره ما عنده بيزي حجبها عينه يا عند الحرمه هلكيت. ويوم شافت الحرمه ضايج بارضه شو سوي؟ مشيت ابوي دخلت الحوي وتلقط ابوي هذاك الصوف اللي غازلتنا كله ويدقونه ابوي يبيع ويجيبكم هاي يجيب هاي الجيم الفنان. ونشى ابوي وسووا تجارته من يد ويديد. وخميس بن خلف رد في الخير ورد في مخده في مكده ورد ابوي في عامله والحمد لله ازم الخير خيره والشر الغيره. لذلك قالوا على الرمسه هذه جعيده بيت ولا سفر بنقاله. بنقاله الخشب الكبار هين يتاجر طلع جعيدة البيت سوت شغل أخير من الأسفار فلذلك طالت عماركم. الحرمة هي اللي تساعد الريل والريل يساعد الحرمة. ما واحد منهم يلقط الدورة بثاني وما واحد منهم يتكل على الثاني. لا الحياه من استوت الدنيا خط واحد يتساعد الريال ويا الحرمة لبعيد ولمنقول من خلجة الدنيا. الريال يوم ما عندي أخذ الحرمة، الحرمة يوم ما عندها تأخذ من الرجال. يتعاونون في قضاء حوائجهم. اللي ما عنده يأخذ من اللي عنده. المصاروة قالوا المليان ينقط على الفاضي. ولا بعيب ولا منقول. واحد وربع تعاونوا ما ذلوا. هاي سنة الحياة من الله خلق الدنيا. ما بلا يلسى في البيت ولا شغل ولا ضمنه. اتعاون ويا الريل. وانت يا الريل حتى لو ما عندك شغل وهي تشتغل روح لا تجلس حطيطه فتتمايتني وظيفه والله وقفت انا من شغلي. لا عيب الريال ما يجلس. الريال هو ريال من ظهر ريايل شام اسنان باطه ما يقر. لو تشتغل حمالي لو تتكس لو تودي طلبات ولا تجلس على تشل حرمه تاكل من كدها وتجلس عيب. كيف ترضى على نفسك؟ لا اكبر عيب واكبر منقود. هاي الاول بعد يوم قصوا القصه وخلصوا بالخروفه قالوا عاد حق الوادم جينا من عندهم اعطونا ثلاث رمانات وحده حقي وحده حق اللي يحكي وحده حق المسولفتي وحده حق اللي يحكي. يعني حق منو ثلاث رمانات؟ حق آدمي واحد حقي وحق اللي يحكي وحق المسولفتي. وتصبحون على خير. يلا نتلاقى وياكم بكرة إن شاء الله. يكون يوم جميل ونهار فيه الرزق والحلال والخير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.